ساعات ما بنبقاش قاصدين، ساعات بنبقى عايزين رعاية أكتر، اهتمام أكتر، لكن بنخبط في حيطة. ليه بقى؟ لأن سلامة أكيد زوج وعنده ولاده وأكيد عنده مصاريف. طيب سألته قبل ما يجيله خالص، هو الأب محتاج؟ هتسمع الإجابة بقى دلوقتي. نورني ومشرفني. ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ الحمد لله، نورتني. الله يخليك. سلامة، اللي انا قلته ده صح؟ نفقة وسافرت بره، رجعت لقيت عليك رقم كبير لسيد الوالد؟ احكيلي كده. حضرتك انا سافرت 2008 ورجعت 2010. ماشي. اشتغلت سنتين في الامارات، كونت نفسي، قدرت اتجوز، جبت الشقة اللي انا قاعد فيها حضرتك دلوقتي، وربنا كرمني معايا 3 اولاد وربع جاي في السكة. ما شاء الله. الله يخليك. فنزلت اشتغلت في شركة عالمية كبيرة هنا في القاهرة، والحمد لله قدرت استقر فيها، وفوجئت بعد كده بالوالد اللي رافع عليا قضية نفقة. ما كنتش اعرف لحد ما لقيت في خصم عليا في شريط الراتب. فكلمت الإدارة المالية وقالوا لي في 1 2 3 ومعايا الحكم. ده سنة كام؟ 2012. وانت مرتبك في الوقت ده كان كام؟ يعني كان الأساسي بتاعي 350 جنيه، يعني بمعدل 1000 1500، يتحكم عليا بالتلت والتلتين يعتبر. فرجعت له الأمر 1 2 3، ما فيش استجابة، فخلاص أنا سلمت أمر لله. فجأت بعد كده المفروض الشركة كانت بتخصم عليا وبتسدد للبنك. لا، الشركة كانت بتخصم عليا، المفروض هو الوالد يروح يستلم من الشركة مش للبنك. فالبنك لقيته رفع عليا قضية. بعد كام سنة بقى؟ لحد شهر 7 اللي فات. عليك قضية ايه بقى البنك؟ السداد. بتدفع ما دفعتش 300 جنيه. هو المبلغ ما بقاش 300. بقى فوق ال 33,000 جنيه. بعد كام سنة؟ يعني 10 سنين أو 11 سنة. فرجعت للشركة قلت لهم أمر 1 2 3، وخدت معايا الورق، وخدت جواب من البنك، وصورة من الحكم، وصورة من محاضر الشركة، ورحت للبنك تاني، وفضلت على هذا الحال لحد ما الشركة قدرت تسدد لي 25,500 لحد يوم الأربعاء اللي فات. رحت البنك، انا سددت طبعا من عليا حوالي 7000 و 7000. فدلوقتي لسه برضه الموضوع شغال، كل يوم 10 في الشهر بيزيد، كل يوم 10 في الشهر بيزيد، لازم ادفع. حاولت اتراضى مع الوالد، كلمته قلت له الامر 1 2 3، انا واخواتي، انا وزوجتي واولادي، ما فيش تراجع. دفعت 32,000 من اصل كام بقى؟ لحد دلوقتي من اصل 35. ناقص عليك 3. والموضوع بيزيد. بيزيد كل شهر بيزيد. والايصالات مع حضرتك اهيت. ده اول ايصال كنت دافع فيه. قسمت ايه ده؟ انا قديه. ايوه اهو، مبلغ 1000 جنيه. 1000. ماشي. 25,500. دفعتهم مره واحده. ده 25,000 دفعت مره واحده. ده اللي كان بيتخصم عليا من الشغل، والشركة راح سددته. ودوت 1000 جنيه برضو. 1000 جنيه. ايوه. 5000 جنيه. كنت عامل جمعية وظبطت حالي يعني، ورحت دفعتهم مرة واحدة. عندك كم أخ وأخت؟ أنا عندي 2 شقق، ولد وبنت، واتنين غير شقق. موقفهم إيه؟ والله هما كلمناه كتير. يعني هما ساعدوك وكلموه؟ ساعدوني وكلموه، هو بس هو ما فيش. كلمت عمتي برضه ما فيش فايده، كلمت مرات عمي الله يرحمه برضه ما فيش فايده. ما حدش عارف يتواصل معاه، يقول لك دماغه صعبه، اسلوبه وحش. يعني ايه دماغه صعبه واسلوبه وحش؟ هو كام سنه؟ والدي حوالي 63 او 62 سنه. وصحته عامله ايه بقى؟ مرتبه ومعاشه وكده؟ لا، هو كان شغال في المصانع الحربيه، وطلع كوميسيون طبي، وقاعد بقى شغال دلوقتي بيربي مواشي، بيبيع فيها، يتاجر فيها.